على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين. أعلن معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل بالمملكة العربية السعودية وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين عن طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك حمد الأسبوع القادم. وفي هذا الصدد صرح وزير النقل السعودي أن توجيهات قادة البلدين في المملكتين الشقيقتين كانت المحرك الأول للبدء في مشروع هذا الجسر ومشروع سكة الحديد، وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات. وأضاف قائلا إن المشروع سوف يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص حسب التوجيهات الملكية في كلا البلدين. بدوره أشار سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات إلى أن مناقصة الخدمات الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك حمد سوف تطرح الأسبوع القادم من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وهي مرحلة متقدمة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي ينفذ بمباركة وتوجيهات قادة المملكتين. ونوه إلى أن هذه المرحلة سبقتها سلسلة من الخطوات الهامة، منها الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والتصميم المبدئي، وقد تمت ولله الحمد بنجاح لننتقل إلى المرحلة القادمة بكل ثقة. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة في ترسيخ العلاقات التاريخية على المستوى الثنائي بين المملكتين ضمن استراتيجية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة وربط الشعوب الخليجية من خلال سلسلة من المشاريع كقيام السوق الخليجية المشتركة ومشروع ربط شبكة المواصلات والاتصالات والاتحاد الجمركي.